فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال: لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله، فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع الديوان وهو الكتاب الذي فيه أسماء الناس وإعطياتهم من بيت المال وما رتب لهم من بيت المال من الحقوق التي جعلها الله لهم، اقترحوا عليه أن يبدأ بنفسه لأنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، فيكون أول من يكتب في الديوان. فقال: لا، ضعوا عمر حيث وضعه الله، وكان من بطن متأخر في قريش، فقدم المتقدمين من قريش من بني هاشم ومن يليهم حتى وصلت نوبته رضي الله عنه. وهذا هو العدل، وليس العبرة بالمنصب ولا بالوظيفة، وإنما العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. نعم. قال رحمه الله: ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه، أي عمر رضي الله عنه، على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. نعم، هو في الفضل من سادات السابقين الأولين من المهاجرين، هذا في الفضل. أما في النسب والاستحقاق من المال فهو في موضعه الذي ذكره رضي الله عنه في بني عدي، وبني عدي بطن متأخر من بطون قريش. نعم. هو حين كتب الديوان وأعطى الناس عطيات من بيت المال. نعم. إذن هذا حل الإسلام للبطالة والحقوق. هذا ما في شك أن الإسلام ما ترك شيئا إلا وقدم له حلا، ومن ذلك البطالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البطالة والكسل وأمر بالعمل وطلب الرزق، هذا بلا شك.